شوف دابا في هذه المدينه هذه باقي ما داروا معنا حتى شي حل. شوف دابا انتما شوف صحاب هادو كامل الساد الحرفيين صحاب الحلزون كيف دوز لا طفيش واش بيش الخيرات ديال الله احنا حمد الله عليها وشكرا ولكن قرصن بما في كلمه من معنى فهمتيني قرصن كان بلا خوانا باغينا خويا شي شي بادرة شي بادرة طيبة من عند السلطة المحلية إن شاء الله. خواتي الله يرحم الوالدين لما نشوفوا بحال ما نشوفوا حنا مضرورين هانتوما كتشوفوا الحالة ديالنا وهانتوما كتشوفوا ها حنا مكربصين عطونا شي بليصة فنستقروا منا من عباد الله وهانتوما ملي كتجي كيجي يجروا علينا هانتوما شوفوا تكربصين مكربصين هانتوما. وشنو رأيك أخاي مصطفى أنت في هاد التكربيص هذا وفي الله يجازيكم بخير اللي ديروا معنا شي حل راه حنا مول الحلزون مرة متضررين الله يجازيكم بخير ديروا معنا شي حل يعني شي بليصة نستقروا فيها على الصيف والشتاء الله يجازيكم بخير. شي كلمة حنا مكرفسين في الشتاء بزاف مولي الحوايج استافدوا الخضرة استافدوا بائع البال استافدوا الناس اللي كيبيعوا السمك.